باسم الأغلبية للسيد النائب رضا بوكمازي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية لمناقشة موضوع القانون رقم 89/15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قراءته الثانية، وهي مناسبة لنؤكد من خلالها على مواقفنا السابقة في فرق ومجموعة الأغلبية من هذا المجلس باعتباره أحد المداخل المؤسساتية المهمة التي يمكن أن تطلع بأدوار أساسية في حماية وتطوير مجال الشباب، كما أنها مؤسسة دستورية لها أن تسهم بشكل قوي في انخراط الشباب في مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإذا كنا على مستوى فرق ومجموعة الأغلبية قد عبرنا خلال القراءة الأولى لهذا القانون سواء على مستوى الصلاحيات والمهام التي أنيطت به أو على مستوى تركيبته وتأليفه، فإننا نستثمر هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج هذا المجلس إلى حيز الوجود، كما نعتبر أن مجال ممارسة هذا المجلس لأدواره هو الكفيل بتطوير هذه المؤسسة، والكفيل كذلك بجعلها أن تطلع بمجموعة من الأدوار المناطة بها في ظل تكامل بين فعل جل المؤسسات الدستورية والسلطة المعنية بهذا الموضوع. وهي مناسبة كذلك السيد الرئيس، نعتبرها فرصة لمناقشة موضوع السياسات العمومية في مجال الشباب. بداية ننوه بما تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة من أرضية لبلورة سياسة عمومية مندمجة في مجال الشباب، وذلك لما يتوافر من إيرادات. أولاً، الإرادة الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، ثم الإرادة الحكومية التي عبر عنها السيد رئيس الحكومة لما للشباب من مكانة متميزة، سواء من خلال تواجد كتلة يعني ديموغرافية مهمة، حيث يمثل الشباب أزيد من 50% من ساكنة المغرب، وهذا معطى ديموغرافي مهم يجب التعامل معه باعتباره إمكانا بشريا وفرصة ديموغرافية يجب استثمارها في مسار تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية. كما أن المغرب عبر تاريخه أقر مجموعة من السياسات العمومية في مجال الشباب، إلا أن الملاحظ حول هذه السياسات العمومية أنها لم تتسم بالعرضانية والتلقائية، وهو ما يجعل من المجهود الحكومي أحياناً لا يحقق مبتغاه. لذا من الواجب الآن التفكير في سياسات عمومية مندمجة بشكل عرضاني تجعل من الشباب محور لها، ولا تتعامل معه كمعطى ومستفيد من هذه السياسات العمومية بقدر ما تتعامل معه باعتباره فاعل أساسي في صنع هذه السياسات. كما نؤكد السيد الوزير على أن هذا المجلس من الواجب اليوم التفكير بشكل جماعي على توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية حتى يضطلع بأدواره الدستورية في ظل، كما قلت، في ظل التكامل بين فعل مختلف المؤسسات والسلط الدستورية، على اعتبار أن قيام المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بأدواره لن يتم إلا من خلال هذه المنظومة المتكاملة التي تحتل فيها السلطة التنفيذية موقعها الأساسي من خلال إقرار السياسات العمومية، ثم إبداء المجلس لوظيفته لرأيه من خلال وظيفته الاستشارية بهذا الموضوع.
وإذ نؤكد في فرق ومجموعة الأغلبية على موقفنا الإيجابي من هذا القانون. شكراً سيد الرئيس. شكراً.